بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك دعوة للتفكر والتدبر والتأمل إلى درجة يجعل تفكر ساعة. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الإمام ما نفى هذه المقولة، وكأنه بسكوته أقر هذا الكلام الجميل. قال: كيف يتفكر؟ قلت: كيف يتفكر؟ التفكير إخواني على قسمين. هناك تفكير مبعثر، ما نسميه بالوسواس، بالتخيلات، وحقيقة من المشاكل الكبرى في حياتنا اليوم وفي حياة البشر منذ أن خلق الله آدم، غلبة الهواجس والأفكار الخبيثة إلى درجة يقطع الإنسان بأن ما يفكر فيه هو خطأ، ولكن يرتب عليه الآثار. ولهذا وهو يفكر يقول: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. هو يعلم أن هذا التفكر تفكر سوداوي. إنسان أمامه قام بفعل يحمل على الصحة ويحمل على الخطأ، يحمل على الأحسن ويحمل على الأسوأ. الاحتمالات بحسب المنطق الرياضي متساويان. لماذا ترجح جانب الشر؟ إما أن تتوقف أو تغلب جانب الخير. المؤمن يحمل فعل أخيه على 70 محمل. إذن التفكير قسم منه سوداوي خيالي، والشيطان له صولات وجولات في نفس الإنسان، لا أقول المؤمن، الإنسان الشيطان له صولات وجولات. تصور محل تجاري فيه جواهر وليس لذلك المحل أبواب دهاليز، الكل يدخل إلى ذلك المحل، هل يبقى شيء في هذا المكان؟ قلب الإنسان طريق مفتوح، وفي داخل القلب جوهرة الإيمان، جوهرة الاطمئنان، جوهرة الرضا بقضاء الله وقدره. الشيطان يده مفتوحة، رب العالمين سمح لإبليس أن يعمل ما يشاء في عالم الوسوسة، لا في عالم الأبدان وفي عالم الخارج. الشيطان ليس له الحق أن يدفعك بيده إلى محل القمار مثلا أنت، ولكن يوسوس لك. ولهذا يوم القيامة يبرئ نفسه، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا قسم من التفكير، وهذا القسم يغلب على النساء وغير النساء. ومن لم، إخواني كونوا إخواني معي جيدا في هذه النقطة، من لم يتحكم في هواجسه وأفكاره وخياله لا يهنأ بالعيش. لو جعلته في قصر وأمامه نساء العالم، ولكن ما دام له نفس مضطربة لا يتهنأ بعيش أبدا. ولهذا في شهر العسل نسمع خلافات بين الزوجين، نجلس إليهما وإذا منشأ المشاكل وهم وخيال ووسواس وسوء الظن. رجل رأى فتاة مثلا يقول: أنت أعجبت بها، من أين علمت ما في قلبه؟ هو يقسم الأقسام المغلظة: نظرتي بريئة لا معنى لها، لا أميل إلى سواك، وهي تعتقد أنه يميل إلى كل أحد غيرها. المهم هذا باب. الباب الثاني من الأوهام والأفكار المنهية عنها التفكر في الله عز وجل. التفكر في الله عز وجل وفي الذات المقدسة هذا أيضا منهي عنه. التفكير، الفكر الإنساني يدور في حلقة محدودة، ورب العالمين فوق هذه الدائرة. كلما تصورتموه بأوهامكم
فهو مخلوق لكم مردود إليكم. تقول في بعض الروايات لطيف يقول أن النملة تظن بأن لله عز وجل قرون كقرونها، ولكن أكيد قرون ضخمة. النملة تجعل التفكير أنه رب العالمين في هذا الإطار، والبشر كذلك، البعض يتصور رب العالمين على شكل شاب جميل أمرد كما يقول البعض. نرجع ونقول إذن التفكر في الذات المقدسة أيضا منهية عنها، ولو الإنسان ذهب فكره إلى هذا العالم إلى هذا العالم ليكثر من الحوقلة فإنه باب خطير. التفكر الثالث التفكر في قدرة الله، وفي عبارة أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام رواية غريبة يقول ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. ثم الإمام الصادق عليه السلام يعلمنا كيف نفكر. نحن نمر على بعض البلاد الأثرية وننظر إلى الأعمدة القديمة أيام الرومان وكسرى وأنوشيروان ومدائن كسرى وإلى آخره، نلتقط منها صور، نقف أمام التمثال أمام بوذا البعض هكذا، مسلم مؤمن يتشرف أن يقف أمام بوذا ليأخذ صورة مع بوذا الصنمي. ليس هذا هو المطلوب. يقول الإمام الصادق عليه السلام كيف يتفكر؟ قال يمر بالخربة، هذه الآثار التاريخية خربة، يقول يمر بالخربة أو بالدار، في بعض قصور الملوك إلى الآن متاحف فيها تحف وأثريات، فيقول أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ هذا كلام إمامنا الصادق عليه السلام يعلمنا كيف نحول الجماد إلى فكر، كيف نحول الصامت إلى ناطق. بعض الناس حقيقة يذهب إلى المقبرة، طبعا ذهابا بليغا مؤثرا لا كذهاب البعض، البعض يرتكب الحرام في المقابر ينظر إلى بنات الناس، المهم المقبرة تزيده وبالا، يذهب للمقابر يتأثر. هناك فيلم عرض قبل فترة يذكر بالقيامة والقبر. بعض الناس إلى الآن يقول أنا تركت الحرام من وراء هذا الفيلم المعبر. نعم، منظر بليغ من هذا القبيل يقلب كيان الإنسان. فعليه تلخص الكلام أن المؤمن موجود مفكر، وقلنا في هذا المسجد الشريف من التعقيبات الذكر، من التعقيبات الدعاء، ومن التعقيبات الفكر. أن تجلس إلى جهة القبلة وتقول 100 مرة سبحان الله هذا ذكر، أن تقرأ فقرات من دعاء أبي حمزة وتبكي هذا دعاء، والثالث أن تطرق برأسك إلى الأرض، لا تكلم أحدا ساجدا جالسا لا فرق، وإن كان السجود أفضل، وتفكر فيما أنت فيه، إلى أين وصلت؟ من أين وإلى أين وفي أين؟ بعض الناس، أنا أعلم بعض الناس عندما ينام في اليوم ساعة زائدة، ذلك اليوم إنسان كئيب حزين، يقول هذا العمر تلف ذهب إلى غير رجعة، كيف أعوض هذه الساعة التالفة؟ ولهذا في جوف الليل في تلك الليلة يتقن صلاة الليل ليعوض نومه الزائد في النهار مثلا. هذه بركة من بركات التفكير. هنيئا لمن كان لسان ذكره فكرا، لمن كان لسانه ذكرا وفكره عبرة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، لا تجعلنا من الغافلين المبعدين، واجعلنا من عبادك الذاكرين. والفاتحة مع الصلوات.